مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن الوضع الأمني في عدن ودلالات تصاعد عمليات ما يسمى بداعش في المدينة. لا وقت للاستراحة في عدن، الإرهابيون والحكومة في سباق على من يملك زمام الأمر في المدينة. تصاعدت وتيرة الأعمال الإرهابية في المدينة خلال الأيام الماضية. أكثر من عملية إرهابية تتضمن عمليات تفجير واغتيال ذهب ضحيتها عدد من المدنيين ورجال الأمن. عقب كل عملية كان تنظيم ما يطلق عليه داعش يخرج معلنا مسؤوليته عن العملية التي تأتي في إطار ما يسميها معركته ضد المرتدين الذين يعملون مع حكومة هادي. هذا التشابه الملحوظ في خطاب داعش والحوثي ضد سلطة الرئيس هادي وإعلانهما كفره ومن معه والحرب على حكومته، بالإضافة إلى اشتداد عمليات التنظيم في المدينة عقب تحذيرها من ميليشيا صالح والحوثي، لفت الأنظار إلى العلاقة بين التنظيمين وعزز من مصداقية مسؤولي الحكومة التي تؤكد تصريحاتهم بشكل دائم أن الأعمال الإرهابية التي تجري في الأراضي الخاضعة لسيطرتها هي من صنع نظام الانقلابيين في صنعاء، وتهدف إلى إفشال السلطة الشرعية وإشغالها في تلك المناطق بدلاً من استكمال تحرير بقية المناطق من سيطرتهم. وهو ما يبدو أنه تحقق حتى الآن، إذ بعد 6 أشهر من تحرير العاصمة المؤقتة عدن لم يتم إعادة التطبيع فيها بشكل كامل حتى الآن، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطات هناك. الملف الأمني في عدن سيكون موضوع حلقتنا لهذا المساء، وسنتناوله في محورين. الأول نتناول فيه أسباب استمرار الانفلات الأمني وفعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، والثاني سنناقش فيه دلالات تنامي عمليات تنظيم داعش في المدينة. سيكون معنا هذا المساء من عدن المتحدث باسم السلطة المحلية فيها نزار أنور، ومن شفيلد سيكون معنا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب، ومن اسطنبول سيكون معنا الباحث السياسي نبيل البكيري. قبل أن نبدأ نقاشنا مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود. لا يكاد يمر يوم دون عملية إرهابية جديدة في عدن. موجة اغتيالات وتفجيرات لا تهدأ ولا تترك أبناء المدينة يلتقطون أنفاسهم. خلال اليومين الماضيين شهدت المدينة عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت مقار حكومية وحواجز أمنية. مساء الجمعة كانت عدن على موعد جديد مع تفجير إرهابي استهدف حاجز تفتيش بالقرب من سور مبنى محافظة عدن في مدينة المعلا، واسفر التفجير عن مقتل 7 من رجال الأمن. وفي صباح السبت صحت المدينة على صوت انفجار عنيف عقب استهداف مركز شرطة الممدارة بقنابل يدوية. في المرة السابقة أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة داعش مسؤوليته عن التفجير، ونشر اسم منفذها أويس العدني، ووصف بيان التنظيم الجنود الذين قتلوا بأنهم يتبعون المرتد هادي، متوعدا بمزيد من العمليات. يأتي هذا التفجير بعد يوم واحد من تفجير مماثل قرب قصر المعاشيق مقر إقامة الرئيس هادي ونائبه، وهو التفجير الذي أعلن نفس التنظيم مسؤوليته عنه أيضا. وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي وصالح بالوقوف وراء العمليات عبر تنظيمات إرهابية ذات علاقة بأجهزة أمنية تتبع الرئيس المخلوع، حيث أكد وزير الداخلية حسين عرب في تصريح له اعتقال عدد من منفذي عمليات الاغتيالات في المدينة مؤكدا علاقتهم بالانقلابيين. وقال عرب في تصريح نقلته عنه صحيفة عكاظ السعودية إن القيادات الانقلابية في صنعاء تقف وراء أعمال الفوضى والاغتيالات في المناطق المحررة سعيا منها لإغراق هذه المناطق بالفوضى ومحاصرة السلطات الشرعية. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في زوايا الحدث لهذا المساء، الذي سنناقش فيها الملف الأمني في عدن وتصاعد عمليات ما يسمى بتنظيم داعش. ينضم إلينا الآن من عدن المتحدث باسم السلطة المحلية فيها نزار أنور. مرحبا أستاذ نزار. مرحبا نجاحين، حياكم الله. أستاذ نزار، خلال اليومين الأخيرين تصاعدت الأعمال الإرهابية في عدن ربما أكثر من أي وقت مضى، إلى ما تعزو أنتم في السلطة المحلية ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نود أن نترحم على الشهداء الذين سقطوا خلال اليومين التي مضت، والذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية هذه المدينة، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين الذين يترددون في المستشفيات. طبعا عزيزي، ذلك التصعيد في هذه الأعمال يأتي ضمن خطوط تصعيديه من تلك القوات المسلحه الارهابيه التي تحاول زعزعه امن واستقرار عدن،
خطة مجابهة للخطة الأمنية التي دشنت المرحلة الثانية منها قبل يومين بالضبط أيضا، عندما أعلن رئيس الوزراء الغرض من هذه العمليات في العزيز القصيد هذا هو خط الرباط ورباط المشهد الأمني في عدن، واستمرار في إظهار عدن بأنها مدينة غير مستقرة وغير آمنة من أجل ألا تكون عاصمة وخشية تلك الذين يقفون مخالفة تلك العناصر من أن يفقدوا مصالحهم التي كانوا يحصلون عليها من خلال سيطرتهم على كل مفاصل الحياة في عدن سابقا. طيب، تحدث وزير الداخلية لصحيفة عكاظ أن السلطات الأمنية ألقت القبض على إرهابيين، هل توصلت التحقيقات التي أجريت معهم للكشف عن الجهة التي ينتمون إليها؟ طبعا فيما يتعلق بالتحقيقات وما إلى وصلت إلى نتائج أو أم لا، تلك أمور أعتقد تبقى في طيل تكمان حفاظا على سريتها ودراعي أمنية تحتفظ بها الأدلة الأمنية. بالتأكيد كشفت عن ما ينفذ خلفهم، وهناك تحقيقات جرت سابقا وكشفت عن أمور وخفايا كثيرة متعلقة بما ينفذ خلف تلك العمليات. في أغلب الأوقات ممثلين في العمليات هم ينتمون إلى جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السيادي الذين كانوا يدينون بالولاء التام للمخلوق على بصالح المنشئة الحوثي، دربوا تدريب عالي، يتلقون دعم وإمكانيات كبيرة جدا. خلال الفترة الماضية جهزوا أماكن لتواجد تواجدهم، أعدوا معامل ومخازن لتوزيع السلاح والمواد المتفجرة حتى تكون لهم حرية الانتقال والتنقل وسهولة القيام بتلك العمليات. هي خطة مؤدة سابقا في العزيز للتنفيذ. طيب، يعني خلال الأيام أو اليومين الماضيين تصاعدت حدة الأعمال الإرهابية، هذا الأمر يفرض تساؤل ملح بالنسبة للكثيرين، ما الذي حققته الإجراءات الأمنية خلال الفترة الماضية؟ طبعا أخي عزيز، لا ننسى أن الإجراءات الأمنية لعبت دور كبير في التخفيف من حدة تلك العمليات، ربما إن لم تكن تلك الإجراءات ماضية في عملها ربما شهدنا المزيد من العنف والمزيد من تلك العمليات تنفذ هنا وهناك. رغم تنفيذ تلك العمليات واستهدافها للمخاطر الامنيه الا انها لم تنال مبتغاها. شهدنا قبل يومين تغيير الذي حدث في اول حادث امني قطع طريق او الدوره المؤديه لطريق قصر المعاشيق وفشلت العمليه للوصول لمبتغاها. في الامس حاولت الهروب او تسلل الى مدينه كريتر لتنفيذ عملها وتم الكشف عنها وفجرت نفسها عند الحادث عند النقطه الامنيه، وهذا دليل بان الاجراءات الامنيه ورقبه الجنود والاجهزه الامنيه رغم الضحايا ورغم سقوط الضحايا اللي ناسس لسقوطهم وناسس لتلك الحوادث لان الاجهزه الامنيه استطاعت افشال مستغل في العمليات. اعتقد ان الاجهزه الامنيه بحاجه الى مزيد من الدعم، الى مزيد من التدريب، الى مزيد من الامكانيات حتى تقل التكلفه الماديه والبشريه في عدد الضحايا وعلى المعدات والأنفسك. طيب، اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ نزار. ينضم إلينا الآن من شفيلد رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور، حياكم الله دكتور. نسمع الكثير من التصريحات من قبل المسؤولين الحكوميين عن وقوف الإنقلابيين وراء ما يحدث في عدن، فيما يبدو وكأنه أحيانا تعليق لأخطاء السلطة الشرعية على هذا المتسبب، كيف أنت تقرأ هذه المزاعم؟
شكرا جزيلا، مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام ولضيوفك. والحقيقة يعني علينا أن نميز بين شيئين، بين جرائم منظمة تقوم بها جماعات تمتلك من القدرات والتخطيط والتقنيات ما يفوق قدرة أجهزة السلطة الشرعية، وبين يعني البحث عن الجاني. نحن دائما يعني، وهذا في علم الجناية وأنا لم أشتغل في الأجهزة الجنائية، يقولوا ابحث عن المستفيد، ابحث عن المستفيد. التعليق بأنه القاعدة أو داعش يعني أمر وارد، أمر وارد أن تكون داعش أو القاعدة أو أنصار الشريعة أو أي من المسميات التي تتوالد يوميا عن هذه المنظمات الإرهابية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذه التنظيمات لا تعمل جرائمها ضد عدوها الرئيسي الذي تعلن تسميه الروافض؟ ولذلك أنا أقول أنه السلطة ليست فاشلة. القول بأن السلطة فاشلة هو تحميل الضحية جناية ما يجري أو سبب ما يجري في البلاد. ما يجرى هو صراع، حرب بوجه آخر بين طرفين غير متكافئين. الحقيقة أن الدولة تعمل بإمكانيات بسيطة وشحيحة، والقتلة والمجرمين يشتغلون بإمكانيات الدولة. القتلة والمجرمين يتفوقون على أجهزة الأمن، لأن أجهزة الأمن كلها موالية لعلي عبد الله صالح ولا الحوثيين. وبالتالي يعني أنا مع القول أنه من أجل مواجهة العمليات الإرهابية، أولا يجب أن نقر بأن هذه العمليات الإرهابية ليست علامة قوة لهؤلاء، هي دليل عجز وضعف وعدم قدرة على العمل شيء، ولذلك يلجأون إلى التخريب من أجل إرباك المشهد ومن أجل إلحاق الأذى بالناس فقط. لن يحققوا نتيجة من وراء هذه الأعمال، حتى لو قتلوا رئيس الجمهورية لا سمح الله ولا نائب رئيس الجمهورية أو أي إنسان، لن يثنوا إرادة الشعب عن استعادة دولته، هذا أولا. لكن هم يلجأوا إلى التخريب لغرض إثارة الرعب ولا محاولة إثبات أن السلطة الشرعية فاشلة. السلطة ليست فاشلة، لكنها تبني أجهزتها طوبة طوبة. أنا مع المطالبة بضرورة، لا يكفي أن يكون عندك حتى عشرات أو مئات الآلاف من الأفراد الذين يحمون الأمن، يجب أن هؤلاء أن يعاد تأهيلهم ليصلوا إلى مستوى الجريمة التي ترتكب، هذا أولا. ثانيا، اليوم الجريمة أدواتها متفوقة وتستخدم تقنيات عالية، وهي بحاجة إلى تقنيات لمواجهة الجريمة. من أجل التغلب على تقنيات الجريمة يجب أن تتوفر تقنيات أعلى من مستوى الجريمة، وهي متوفرة في كثير من البلدان، يعني حتى لا يذهب الأفراد ضحية المغامرة. طيب، وضحية الأعمال الإرهابية. طيب اسمح لي أن تبقى معنا الدكتور. أعود إلى الأستاذ نزار أنور المتحدث باسم محافظة عدن. أستاذ نزار، يعني هناك تركيز أو يتحدث الكثير من المراقبين عن المنصورة باعتبارها مركز لهذه العمليات، عمليات الجماعات الإرهابية. هل هناك من إجراء محدد تنوي السلطة المحلية فعله في تلك المنطقة تحديدا؟ طبعا أخي عزيز، الإرهاب ليس لديه موقع محدد، ليس لديه موقع أو جغرافية محددة. كما أخبرتك سابقا من عياد صالح، وهو النفوذ الذي حكمت البلاد لمدة 40 ونصف من الزمن، أكثرت هؤلاء من كل مفاصل الحياة بدون استثناء منطقة عن أخرى أو مدينة عن أخرى أو محافظة عن أخرى. تعمد المقلوع ومن شان يحصمون أنذاك أن يمكنون جهاز أمني قمعي متسلط مستبد من كل مفاصل الحياة وكل مؤسسات الدولة، سواء العسكرية منها أو المدنية. المنصورة هي مدينة أو إحدى مديريات مدينة عدن، كانت فيها كميات السلاح منتشرة بشكل كبير جدا، استخدمت مخازن سابقا كمخازن للمناطق أو في مناطق محددة في المنصورة، استخدمت مخازن لتجميع الأسلحة والمواد المتفجرة. هناك انتشار لأجهزة أمنية سابقة، كما قلت كان دين الولاء للمخلوق عبد الله صالح،
أفرادها متواجدين في مدينة المنصورة متمركزين فيها، يعملون تحت غطاء آخر يسمون أنفسهم بجماعات إسلامية أو تنظيمات إسلامية، لكن الحقيقة ما يعملونه هو بعيد كل البعد عن تعاليمنا الحنيف وتعاليم الإسلام. طيب أستاذ نزار، هل هناك أي عمليات مداهمة أو اعتقال أو يعني إفشال لعمليات تفجير حدثت خلال الأيام الأخيرة الماضية في عدن كإنجاح للمجهود الأمني الذي تقوم به السلطة المحلية هناك؟ طبعا في العديد من المحاولات التي تم إنشائها. بالأمس تم القبض على سيارة كانت معدة ومجهزة لدخول مدينة كريتة القادمة من طريق المنصورة والمخيرة المؤدية ما بين المنصورة إلى مدينة المعلا إلى خط العقبة، وتم القبض على أو قتل من كان فيها وتبادل إطلاق الرصاص، وتم تفكيك العبوة التي كانت فيها والعبوة النسبة اللي كانت موجودة فيها. قبل أمس تم الكشف عن هوية السيارة، كانت أيضا مجنبة ومركونة في إحدى زوايا الأحياء والشباب بها، وتم اكتشاف أنها كانت معدة سابقا لإجراء عملية ربما كانت تسدد إحدى المقرات الحكومية في عدن. هذه العمليات تعد خطورا كبيرا في قدرة الأجهزة الأمنية على الكشف، ولكن بالتأكيد تشغلت تسريبات او تجدد اختلالات هنا وهناك لن يتم لن تكون بقدره الاجهزه الامنيه في الوقت الحالي بهذه الامكانيات البسيطه وبهذه القدرات المحدوده ان تكشف كل العمليات قبل وقوعها. هذا امر طبيعي. اعتقد ان في اغلب المدن وحتى المدن المستقره والعالميه التي يمكن حالها افضل بكثير من المدينه التي خارجه من اطول حرب شديده حدثت فيها مثل هذه الحوادث وربما أكثر. شكرا لك ناطق باسم السلطة المحلية في عدن نزار أنور، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إلى دكتور عيدروس النقيب. دكتور، عطفا على حديثك السابق حول النقاط الأمنية، يعني هناك الآن يتحدث الكثيرين عن أن معظم القيادات الأمنية في عدن في الوقت الجاري هي بصفة أساسية ذات خلفية عسكرية ليست أمنية، وأن هذا ربما سبب آخر في استمرار هذا الانفلات، هل تتوافق مع هذه الرؤية؟ بل ربما أذهب أبعد من ذلك، يعني معظم القيادات العسكرية بل والكوادر التي في النقاط هم جايين أما من صفوف المقاومة وغالبا هم كانوا مدنيين، أو بعض العسكريين الذين توقفوا من 94 وما بعدها ثم عادوا للانخراط في العمل الميداني العسكري والأمني، وبعضهم تولوا العمل الأمني. ولذلك أنا قلت في إجابتي على سؤالك السابق أنه نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل هؤلاء أولا ليتعرفوا ليندمجوا في العمل الأمني المباشر، وثانيا ليواكبوا ما طرا من تطور خلال 20 سنة المنصرمة التي بعض القيادات كانت بعيدة عن العمل الميداني. يعني أنا أعتقد أنه الآن عدن وهي الآن العاصمة يجب أن يعاد صياغة هيكلة كل المؤسسات فيها على نحو يحررها من متبقيات ورواتب عهد علي عبد الله صالح. نحن لا ندعو إلى التصفية حتى الوظيفية للموظفين البسطاء المحترمين أو العاديين حتى اللي لا ذنب لهم في السياسة، لكن هناك كثير من العقائديين الموالين لعلي عبد الله صالح والذين ما يزالوا في الأجهزة ما يزالوا يعملون، وهم إن لم يلحقوا الأضرار بالسلطة الشرعية فلن يعملوا لصالحها، وهم يعملوا بما يضمن لهم استعادة رواتبهم. نحن بحاجة إلى تأهيل أجهزة أمنية ماهرة في مجارات الجريمة، وثانيا بحاجة إلى تزويدها بالتقنيات زي ما قلت وتأهيل الكوادر تأهيلا يعني يناسب حجم التحدي الذي يواجهون. طيب اسمح لي أن تبقى معنا دكتور عيدروس. ينضم إلينا الآن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ نبيل البكيري معنا من اسطنبول. مرحبا أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. أستاذ نبيل، ما هي دلالات تصاعد نشاط ما يسمى تنظيم داعش في عدن خلال الأيام الماضية وحرصها على إعلان مسؤوليتها عقب كل عملية فيها؟
لا شك الوضع في عدن يعاني فراغ أمني كبير. هذا الفراغ الأمني أيضا يتمثل بمرحلة ما بعد الحرب، ومرحلة ما بعد الحرب أيضا هي مرتبطة بشكل كبير بحالة عدم الاستقرار السياسي الذي أنتج أو ينتج ويؤثر بشكل كبير على مستويات إعادة ترتيب المؤسسات الأمنية والعسكرية. وبالتالي ما يحصل في عدن أيضا هو نتيجة طبيعية لعدم حسم وسرعة اتخاذ القرارات على المستوى السياسي والأمني في إيجاد مؤسسة أمنية جديدة وإعادة هيكلة ولملمة كل الفصائل المقاومة وكل فصائل المقاومة السابقة في إطار مؤسسات الدولة واستيعابهم ضمن هذه المؤسسات الجديدة وفق رؤية أمنية وعسكرية جديدة تقوم على أساس إيجاد الدولة والنظام والقانون، وإيجاد أيضا نوع من أو التعاطي الجاد مع مسألة حرص ومسيرة اليمنيين جميعا نحو إيجاد الدولة بعيدا عن أي تحيزات أو أي إرباكات تعتري المشهد السياسي ككل. وبالتالي تأتي أيضا مسألة اللعب على الورقات الأمنية أو الورقة الأمنية في مثل هذا الظرف، هو لا يخرج عن السياق العام والسياق الموجود في المنطقة واستخدام فزاعات العنف والجماعات الإرهابية في إطار حسم وكسر إرادة الشعوب في إيجاد أو في التحرر وإيجاد دولة النظام والقانون هنا أو هناك على امتداد الخارطة الجغرافية لما يسمى ببلدان الربيع العربي. نحن نقع في القلب من هذه الخارطة ونقدم أو تضحيات كبيرة، ونعاني أيضا من مثل التوظيف الكبير مثل سياقات الاختلال الأمني الموجود في المنطقة عموما. وبالعودة إلى الشأن المحلي أيضا فيما يتعلق بعدن تحديدا، لا شك أن هناك ارتباك أمني كبير وفراغ أمني هائل. أيضا هذا الفراغ الأمني الكبير أيضا هو ناتج أيضا عن عدم الحسم في مسألة إعادة ترتيب صفوف المؤسسة الأمنية ودمج كل الفصائل المقاومة في إطار هذه المؤسسة وفق رؤية جديدة ليمن جديد، يمن اتحادي بعيدا عن التشنجات والتحيزات التي حصلت ونتجت عن المرحلة السابقة. طيب اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ نبيل، أعود إلى دكتور عيدروس. دكتور عيدروس، يعني بالنظر إلى آخر عمليتين حدثتا في عدن، نلاحظ أن هذه العملية توقفت عند الحواجز الأمنية، لم تتجاوزها. هل يعتبر هذا نجاح بالنسبة للسلطات الأمنية المحلية في مدينة عدن في أنها مثلت أن يعني العمليات لا تأخذ أو لا تحقق أهدافها بشكل كامل، بل انحصرت على الحواجز الأمنية، بالتالي هناك تقدم بالنظر إلى التحدي الأمني الكبير الذي يواجه عدن؟ ربما يكون بناء الحواجز وتشديد الأمن وبناء يعني وبناء الأسوار يقلل من كلفة العمليات الإرهابية، لكن لم نستطع نحن، يجب أن نحمي المواطن، يجب أن نحمي الوطن، والوطن لا يبنى بالحواجز ولا يحمى بالحواجز، وأرواح الناس لا يمكن أن تحمى بالحواجز، تحمى ببناء جهاز أمني متمكن قادر على مقاومة الجريمة واستئصالها من جذورها. العمليات التي تمت، علينا أن نقرأ العمليات ماذا تريد، وأنا منذ أيام أشرت في إحدى مقالاتي لأنه العمليات هي فقط لا قد لا تستهدف رئيس الجمهورية أو حتى القادة والكوادر، هي تستهدف أربع قضايا. القضية الأولى إرباك المشهد الأمني وخلق يعني خلق حالة من الرعب والخوف والذعر بين المواطنين، وهذه وحدها هدف. الهدف الثاني هو قتل أكبر عدد من الناس وبالذات الكوادر الماهرة والأمنية والقضاء والمؤهلين لأنهم هم عماد الدولة. والنقطة الثالثة محاولة إثبات أن السلطات الجديدة زي ما قلت في بداية حديثي غير مؤهلة لإدارة البلد، وبالتالي الحنين إلى أيام المخلوع والاستنجاد حتى بأقل الشرور، ويريد الحوثيون وعلي عبد الله صالح أن يثبتوا بأنهم أقل الشرور. طبعا نحن لا نستبعد موضوع القاعدة كما قلت أنا في بداية حديثي، لكن القاعدة أيضا هي موظفة، وبالتالي فإنه أنا في نظري ما زلت أؤكد على حديثي السابق أنه إذا أراد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأجهزة القائمة معه وزير الداخلية ووزير الأمن القومي ومدير الأمن السياسي، إذا أرادوا أن يمسكوا بالملف الأمني بشكل جيد فعليهم إعادة بناء هذا الجهاز على النحو، هذه الأجهزة وهي كثيرة والحمد لله، على النحو الذي يتصدى للجريمة، وأن
نستبعد المشغولين بالبزنس، نحن لدينا مسؤولون يشتغلون في البزنس بالتجارة والمقاولات وما إلى ذلك، ويمسكوا ملفات حكومية ووزارات وأجهزة، هؤلاء لا يصلحوا لإدارة الملف الأمني. الملف الأمني يحتاج أناس متفرغون فقط لهذه القضايا، وزي ما قلت إعادة بناء الأجهزة. نحن نستطيع أن نبني حواجز لرئيس الجمهورية وللوزراء وللمسؤولين، لكن من يحمي المواطن ومن يحمي الوطن؟ الحل هو اجتثاث الجريمة من جذورها، وجذور الجريمة هي كثيرة، من بينها التسيب، من بينها الفقر، من بينها وهو الأهم يعني عجز الأجهزة الحكومية، أو بالأصح اختراقها الذي جرى وتدميرها من قبل، وهو ما يقتضي إعادة بنائها من جديد على نحو يستجيب للتحديات المطروحة. رئيس مركز شمسة للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من شفيلد، شكرا جزيلا لك. أستاذ نبيل، يعني لوحظ في الآونة الأخيرة التشابه بين خطاب داعش والحوثيين ضد السلطة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي، إلى ما يشير برأيك هذا توحد؟ هو لا شك انه مثل هذه الجماعات المؤدلجه، الجماعات المتطرفه، هي مهما اختلفت السياقات التي انتجتها، هي في الاخير جماعات عنف وجماعات ارهاب وجماعات تمتدح او تستقي شعاراتها من عقده النص الديني المحرف الذي تحاول من خلاله ان ايجاد نوع من الشرعيه ودغدغه عواطف البسطاء من الناس. و بالتالي لا يختلف، أنا بالنسبة لي ليس هناك فرق كبير جدا بين الجماعتين، فالحوثي والقاعدة هما وجهان لعملة واحدة هي عملة الإرهاب والتطرف والجهالة والخرافة. وبالتالي لا نستغرب كثيرا صدور نفس الفتاوى ونفس الكوارث التي تحصل في المجتمع من قبل هاتين الجماعتين، مع اختلاف بسيط وطفيف فيما يتعلق بالتفاصيل الداخلية لكلا النظريتين أو لكلا الفكرتين، باعتبار أن الأولى تمتد أو لها صلة بالمجال السني، والأخرى شيعية كما رأينا. لكن في الأخير هما جماعتان إرهابيتان بنفس الفكرة والسلوك ونفس التطرف، وبالتالي لا فرق كبير بينهما، على اعتبار أن جماعة الحوثي ممكن تتعاطى سياسيا في إطار حروبها وإشكالياتها الحالية. طيب، يعني وفق هذه المعطيات، هل بوسعنا التأكيد على وجود حقيقي لتنظيم داعش في عدن، أم أن الأمر مجرد خلايا تابعة لرئيس السابق والمخلوق؟ لا شك أنه لا يمكننا أن ننكر وجود مثل هذه الجماعات الإرهابية، هي حقيقة موجودة، لكن الإشكالية والخلاف الكبير الذي يجب أن يسلط الضوء عليه في مسألة حجم هذه الجماعات. أنا باعتقادي أنه هناك كثير من الخلط وكثير من التكبير في مسألة النظر إلى هذه الجماعات على أنها هي الجماعات المسيطرة والتي تدير المشهد الأمني الحالي. أنا بالعكس أرى أن هذه الجماعات يتم توظيف هذه الجماعات في إطار أداء إعلامي مغاير يضخم منها ويضعها على أنها أحد أهم ثوابت هذه المرحلة. طيب، هل يمكن الحديث على أن الوضع في عدن مضخم إعلاميا وفق هذه الرؤية؟ لا شك أنه هناك من يريد أن الاستفادة بشكل كبير من تضخيم موضوع حجم القاعدة أو داعش أو أي من هذه الجماعات في عدن، بالنظر إلى السياقات السياسية اليوم التي يراد من خلالها توظيف الملف الأمني وملف الجماعات الإرهابية في إطار الصراع السياسي القائم. وبالتالي هناك أطراف لا شك أنها مستفيدة من إيجاد تضخيم مسألة القاعدة والحديث عن داعش في الجنوب، باعتبار أن المجتمع الدولي اليوم يقوم على استراتيجيات الملف الأمني، وهو الذي يرتكز بدرجة رئيسية على التركيز على محاربة ظاهرتي العنف ممثلة بالقاعدة وداعش. وبالتالي تريد هذه الجماعات وجماعة الانقلاب تحديدا توظيف هذا الملف في إطار توجه المجتمع الدولي، وتقديم نفسها المجتمع الدولي على أنها وكيل حصري لمحاربة ظاهرة القاعدة وداعش في اليمن. طيب، يعني أنا كنت سألت سؤال للدكتور عيدروس نقيب حول إذا ما تمثل يعني تفجر هذه العمليات الأخيرة في حواجز أمنية وليس في أهداف كبيرة، يعني تمثل نجاحا أم لا بحسب يعني خبرتك، أنت باحث في شؤون الجماعات المتطرفة، هل ما هو السبيل أو الأنجع لمواجهة هذه التنظيمات في ظل فراغ أمني إلى حد ما يبدو في المدينة؟
أنا أعتقد أنه الطريقة الوحيدة القادرة على مواجهة مثل هذا التطرف هو سرعة إعادة بنية وتشكيل الجهازين الأمني والعسكري، والذي يجب أن يركز بدرجة رئيسية على ضم كل الذي كل الجماعات وكل الفصائل التي شاركت في عملية المقاومة في عدن وتحرير عدن. هذه الجماعات التي يجب أن تكون جزء من المؤسسة الأمنية بعد إعادة تأهيلها وتدريبها وتثقيفها على سياقات اللحظة السياسية والدستورية القائمة في أو المرحلة الحالية في اليمن. باعتقادي أنه هذا ستكون خطوة كبيرة ومتقدمة في إطار التجفيف أو التخفيف من توظيف وظروف اشتغال جماعات العنف في هذه المرحلة، لأنها تشتغل على مسألة تجنيد الشباب الذين تم استبعادهم من عملية المشاركة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستغلال الظروف الاقتصادية والأوضاع الصعبة للمواطنين من خلال شراء بعض الأفراد وتوظيفهم في هذا السياق. وبالتالي يجب أن تركز بدرجة رئيسية اليوم على مسألة ضم كل أفراد فصائل المقاومة الفاعلة والحقيقية في إطار المؤسسة الأمنية، والإسراع في حل إشكاليات الناس العالقة فيما يتعلق بكل الخدمات اليوم، من كهرباء إلى مياه إلى إنترنت إلى وكل الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية في هذا الظرف بالذات. إذا الباحث في شؤون الجماعة الإسلامية أستاذ نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لا يسعني في ختامي إلا أن أشكركم وأشكر ضيوفي الذين كانوا معنا جميعهم. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم وكمال حيدر في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم بخير.